أما هلأ رح أروح لفقرتنا الأخيرة ورح نحكي فيها بفقرتنا الطبية عن الاهتمام بالأسنان والعناية فيهم، ودائما هذا سؤال من الأسئلة اللي كتير شائعة، شو هي الطريقة الأفضل، هل أنا لازم أعمل تبييض، هل لازم غير أعمل فينير، وكتير أسئلة تانية يمكن تخطر ببال الناس فرح، خاصة اليوم لما بنشوف الصبايا. يمكن خلينا نقول سلمى، في موضة أول ما بيخطر على بال الصبي يمكن بأول العشرينات أول شغلة بتعمل الفينير. نشوف بعض الأطباء يمكن بيرفضوا هاي التقنية، والبعض الآخر يمكن بينصحوا فيها وبيشد يمكن حسب الحالة. دكتور عبد الرحمن زنبق اليوم رح يجاوبنا على كثير من الأسئلة، من كيفية الاهتمام بالأسنان، أنت بنلجأ للناحية التجميلية وشو هي الحلول البديلة. يسعد لي صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا رب. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك يا رب، شكرا على اللقاء الحلو. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم، كتير ناس بتسأل يا ترى أنا حتى أحصل على ابتسامة جميلة فورا لازم روح لتجميل الأسنان، يعني اختيار أسلوب من الأساليب فينير وغيره من الأساليب الثانية أو لا؟ هلأ بالبداية بشكركم على اللقاء الحلو، وراح نحاول نحن بلقاء اليوم يكون لغة عامية، ما راح نبعد عن المصطلحات الطبية، يعني نقاش حتى يفهموا أغلب المشاهدين، لأنه كتير سؤالك هذا أنا بيجيني كل يوم شي 10 مرات وبنعاني، يعني كل بدك تفهمي كل واحد عليه. فأنا يعني أنا من خلال هاللقاء بدي أحاول وصل الفكرة لأكبر عدد ممكن. هي اليوم تجميل الأسنان اليوم كاسح الدنيا كسح، مثل أي موضة، مثل تجميل الأنف، مثل تجميل الأسنان، فيلر الشفايف. اليوم الإجراءات التجميلية ما شاء الله من آخر 5 سنين، هو آخر 10 سنين، لكن السوشيال ميديا وانتشاره يعني انتشار كاسح جدا، ساعد بانتشار، حتى ساعد بالانتشار هاي الموضة، ساعد بانتشار هاي الإجراءات بشكل كبير. بس للأسف الانتشار عم يكون حسب كل صاحب منصة أو كل صاحب صفحة أو كل حدا عم يوصل الفكرة اللي بده إياها. فنحن بنحاول بشكل حيادي نوصل الصح والغلط، نوصل إيجابيات، يعني مثل ما أنا بدي أعطيك إيجابيات بدي أعطيك السلبيات. هلأ بالبداية بيجينا كتير مراجعين، هلأ المراجع أي شخص هو جاهل بيجيني جاهل بالطب الأسنان أو بالتجميل، ما بيعرف، تجيني أسئلة، زيركون نفسه بتوع أنه أحسن، زيركون ولا إيماكس، زيركون ولا فينير، عرفتي كيف؟ هيك ما بتزبط. أنت كمريض، أنت كصبية بتجيني على العيادة، بتجيني مراجعة، بنعمل فحص الأسنان، بنعمل صور أشعة، بنشوف كمية العظم، وضع اللسة، وضع الأسنان، وضع العصب، بنقيم أول شيء الحالة الصحية ومنحل الحالة الصحية بعدين بنلجأ للإجراءات التجميلية. يعني في ناس كتير بتجيني أنا بدي جمل، طب تطلع أسنان الأضراس الخلفية مدمرة، لا أنا بدي أعمل أماميات، أو بتكون أسنان الأمامية تعبانة أنا بدي أعمل فينير، لا حبيبي وقف عندك، عرفتي كيف؟ بدنا أول شيء نصلح، نبني صح. أنت اليوم أنت أي بناء بنيناه من الأرض صح طلع صح، أمورنا بخير. اليوم في كتير ناس بتلاقي يعني في دكاترة بتطاوع المريض، تمشي برأيه أنت، أنا والله كرمال والله استفيد، أو المريض ما يزعلني أنا بمشي مثل ما بده. عيري 6 شهور بتلاقي خراجات وفراغات وريحة، بيجي بيقول لك المريض هل هي دكتور مو شاطر، الدكتور مو شاطر أول شيء، ما حدا بيقول أنا غلطان تماما، كيف بيقول لك الدكتور مو شاطر، أنا والله هي التركيبات عمرها قصيرة، يا ريتني ما عملت. بنسمع هسه نحن بنسمع هالكلام كتير. طيب أول شيء نحن خلينا نحكي شو السبب، نحن نفصل شو السبب اللي وصلنا لهون، وبعدين نحن يعني بنحكي عن النتائج. أول شيء ما في شيء نصنع اليوم ليكون عمره قصير، ماشي، إلا ما أي شيء يعني بيكون في خطأ، الخطأ بيتحمله طبيب مخبري مريض، طبيب ومخبري هي مسؤولية الطبيب، والمسؤولية التالية بعد الشغل هي المريض. أول شيء الطبيب لازم يفرض رأيه على المريض، يعني بيجي المريض حاط بباله شو معين، أنا ما بمشي مثل ما بده، أنا بطاوع أنت كصبية بتجي لعندي بطاوعك بشغلة واحدة هي اللون بس، هي خيارة، أنا بعطيك رأيي، أنا بعطيك رأيي وبنصحك، بس آخر شيء الرأي لك باللون، لأنه إذا أنا ما يعني ما عطيتك اللون اللي أنت بدك إياه راح تحسي يعني راح تحسي إنه أنت ما أخذتي اللي بدك إياه. كثير ناس اليوم تجي تعمل تجميل، يعني أنا بقول لك بتقول أنا بدي أغير بحالي، والله ناس كتير بتعمل تجميل وبتيجي بتصرف مصاري بتقول لك انا بدي احس انه انا عم جدد حياتي، عم غير حياتي، عم
فهذا ما بتيجي انت بتفرض رايك عليه تقول بدك تعمل لون طبيعي، اكيد اللون الطبيعي احلى بلا منازع. اللون الطبيعي او يعني فاتح شوي، يعني انا اذا بنصح طبيعي فاتح شيء بسيط، اما انا افرض رايي عليه غصب عنه لا. عرفتي كيف؟ طب دكتور خلينا ندخل نقطه نقطه. تفضلي. اليوم انت بتقول لا للجانب التجميلي، وانت بتنصح الصبيه انه تلجا للجانب التجميلي، وفي خط يمكن بعيد بين الاثنين. هلا مو قصه امتى بقول لا وامتى بنصح. هلا في حالات معينه التجميل واجب فيها. عرفتي كيف؟ يعني شخص يعني خلينا نقسمها قسمين، الاسنان تكون تعبانه واسنان لما تكون سليمه. الاسنان لما تكون تعبانه بتلاقي ناس واصله لمرحله من العمر اهمال، او بتقول لك يلا بكره بس يخرب بروح لعند دكتور. هلا 95% من شعبنا بخاف من دكتور اسنان، وانا اولا بصراحه انا عندي خوف شديد يعني، بس من احنا بنحاول نتخطى هالشيء، في شيء ضروري. عرفتي كيف؟ هي اول نقطه. الخوف هي يعني بتمنع انه بتشوفي ناس واصله لمراحل مخيفه، يا بتكون كحوليه او بتكون مدخنه، او هلا كل الشعب بدخن. عرفتي كيف؟ ما بقدر انا اقول لك لا تدخني، احنا بنقول لك خفف، بنقول لك حاول وسائل عنايه وتنظيف، بس يعني شيء لابد منه. هي نقطه. لما تكون واحد سنانه تعبانه وواجهته مضروبه والدراس كله تعبانه وضايع البعد العمودي، ايام لما يصير في الاسنان تنخر وتنفقد بصير في بينخفض البعد العمودي، بصير الشخص وخصوصا الناس كبار بالسن بس يعدي الأربعين بتلاقي بلش تلخطط، ببلش يروح يحقن، بس هو ما عالج المشكله الاساسيه. انت عالجت عرض حقنت، طب بعد ما يروح شو مهمه هالناحيه سلمى؟ يمكن قليل ينتبهوا لانه المشكله من داخل الاسنان. غلط. نحن بنعالج سبب ما بنعالج عرض. عرفتي كيف؟ بيصير في تهدل، بيصير زاويه الفم، بتلاقي بيروح بيحقنه، بتلاقي بيروح لعند دكتور الحقن، ايه بنحقن لك بنظبط لك، لا ما قال له روح شوف دكتور شوف العالج. هلا نحن كثير اسباب، نحن بتيجي مشاكل عندنا بنقول له مثلا راجع، مثلا بيجي مشاكل بالاسنان بيطالع من المعده ارتجاعات حمضيه بتدوب الاسنان، انا ما بيجي فورا ببلش له شغل، لا روح لعند دكتور هضمي، روح لعند دكتور بشري، حاول عالج هالموضوع قدر يعني. هلا في حالات علاجة بشري او يعني طبيا بالجانب الطب البشري 60-70% حالج قدر الامكان بعدين تعال عندي. عرفتي كيف؟ بنرجع نحن للسؤال اللي سالتيني، معلش نحن بالنقاش يعني بنروح لمتاهات، بس بنرجع للسؤال الاساسي. مثل هيك حالات فهو يعني بده يعالج، اول شيء بده يعالج اعصاب، عنده خراجات، عنده انا بعالج له اياها كلياتها، بده يصبر معي. للاسف كثير نحن اليوم عندنا ناس والله يا دكتور انا معي اسبوع بدي اسافر. او واحد بيجي سفر لعائلته مثلا جاي نازل 3 شهور، بيضل 3 شهور بيجيني اخر 10 ايام. انا بنزعج، انا بقول له انا هالمره رح مرق لك اياها وراح انضغط، بس مره ثانيه او انتم اي حدا بيجي لعندي اول ما ينزل السفر يجي لحتى نجي نعالج على هداوه. انا عالجت اليوم عصب السن، عالج مثلا في عنده خراج، الخراج هذا عباره عن تجمع انتان ضمن العظم، يعني مو لمسه سحر بحطه ممكن يحتد، بدنا نراقب، بدنا نرجع، يعني بياكل معنا وقت. عرفتي كيف؟ فنحن بنعالج وبنرمم وبنبني دعامات صح، مثلا لسه ممكن تكون ملتهبه من نخضع على جلسات معالجه وجلسات تنظيف وجلسات تقليح، وبالاضافه نوصف له ادويه ومضامد، بتطيب لستو بتطيب الدعامات بيكون جاهز. بيجي انا هلا هذا اللي سنه تعبانه بده يركب، ماشي. هلا في قاعده، هلا انا يعني انا معي اختصاص تجميل، فسبحان الله يعني كل واحد بينظر لاي شيء من يعني من زاويه الرؤيه تبعه. هلا الدكتور الجراح بينظر للشغله مثلا شاف شكل فورا استئصال. دكتور مثلا في دكتور المحافظه او العلاج لسه اختصاص لسه بيلاقي مشكله لسه بيحاول يحافظ عليها قدر الامكان، يعني شيلي قطعه من قلبه بس لا تشيلي قطعه من لسه. عرفتي كيف؟ فسبحان الله كل شخص له وجهه نظر. صحيح. فنحن لما انا بدي خلص وعالجنا، طب نحن انا بدي اعمله هلا بدي اعمله تركيبات بغض النظر عن روح، طب انا ليش التركيبات ما اعمله اياها تجميليه؟ ليش؟ هلا في كثير ناس بتركب، المهم يعني في دكاتره بتحسي كلاسيكي، ما بتحسي عنده هالروح انه لا خلص يلا ركبت له صار ياكل ويشرب، لا انا بعمله تركيبات تجميليه، لو تكلف له شوي زياده بعمله ابتسامه حلوه، بندرس بنصمم ابتسامه تكون لابقيت له، مثلا اذا كان اذا كان رجل ولا كان مره، اذا كان رجل فهو الرجل بالمجال التجميلي هو الاعتدال غير المرأة. هلا المرأة هلا ما بتلاقي انت زلمة حاط ميك اب وكذا، المرأة هي الاوفرا وال تحب تعمل بحالها حركات بيزعلوا منك. لا لا
يعني بتحب الميك اب اوفر بتحب هي. فكمان الاسنان انا لما اعمل تجميل للمراه بيختلف 360 درجه أكيد. لما اعمل للرجل. فانا ليش ما يعني انا جاي انا انت عندك مشاكل انا ليش ما اصلح لك المشاكل واعطيك ابتسامه حلوه او بطريقه تجميليه. هذا نحن يعني بشكل مختصر حكينا عن الناس اللي عندها مشاكل. هل بيجي للناس اللي ما عندها مشاكل؟ هلا كثير ناس اليوم مثلك مهووسه بالموضه. طب عنده سن ما فيه نخر ولا فيه شيء سليم ومعافى ومثل الليره بس يا اخي شكله مو حلو. انت اهلا هي كثير بيسالوني دكتور انت شو رايك شو نصيحتك؟ هلا اذا انت ما عندك شيء بالمره فهون ضل قناعه شخصيه. هلا في وحده بدها تعمل تجميل لو بتطبق السماء على الارض خلص بدها تعمل تجميل. وفي ناس قلت لك لا انا لو شكل سني مو حلو بس معلش راضي يعني فيها. عرفتي كيف؟ والله لانه قرايبتي جربت وما طلع معها ما يعني ما توفقت. وفي ناس مش يعني بتقول لك انا اختي عملت عندك ومبسوطه وتعال انا بدي اعمل عندك. عرفتي كيف؟ ممكن السن يكون يعني ما فيه شيء لكن شكله مو حلو. يعني انت لما يعني في صبايا كثير بتجي عندي بتقول لي دكتور انا بدي اضحك انا بطلع بوت حاول هيك يعني هيك بتحط ايدها او بتخبي ضحكتها بتقول انا بدي اضحك انا بدي. وسبحان الله بعد ما هيك يعني ترجع ابتسامه بتقلك انا طيب. انا حسيت حالي كسبت شيء يعني حسيت حالي انا صار معي. هلا انت كيف لما مثلا تتعبي ويصير معك شهاده حسيتي في عندك نقطه قوه نقطه ثقه يعني واثقه من حالك كمان نفس الشيء لما انت واثقه من ابتسامتك. عرفتي كيف صارت تضحك بثقه طبعا ما انا شغله بسيطه ابدا خاصه بالنسبه للصبيه قولا واحدا بسيطة. عرفتي كيف بتحاول تلجا مع الصبيه دكتور يمكن لحلول بديله ان كان مثلا مشكلتها باللون بتاخذها من ايدها مثلا نحن ممكن نعمل تبييض ان كان منزلي ان كان ليزري ان كان مشكله بالفراغات بعض التركيبات المعينه لحتى نحن ما نفوت دغري برحله التجميل او لا ممكن تنصاع شوي لرغبه الطبيب للمريضه عفوا في حال هي رغبه بالتجميل بشكل مباشر. هلا الموضوع والاسنان سليمه هلا موضوعنا كثير من الشعب انا راح احاول وحده. عرفتي كيف بتيجي الصبيه هلا انا بحاول اعطي نصيحتي قدر الامكان بس بيكون هي في شيء يعني لما اجت لعندي وزارتني فهي هذا بعد تخطيط مسبق وبحثت على النت وبحثت على الفيسبوك وبحثت على الانستا وشافت ميات الصور وهي الابتسامه فهي جايه بتوقعات. انا لا يمكن اني افرض انا بعطيك رايي انا بقول لك في واحد وفي اثنين وفي ثلاثه وفي اربعه في بامكانك هي تكلفتها كذا وعمرك كذا وبتعطيني نتيجه 60% هي تكلفتها كذا وعمرك كذا وبتعطيني 80 هي. عرفتي كيف انا بحاول اعطي واحد اثنين ثلاثه اربعه بس انا المريض هو اللي بيختار. عرفتي كيف طبعا انا بنصحه ولما بدي اختار اختيار شاذ انا بوقعه انه انت اللي اخترت هيك. عرفتي كيف؟ فبنرجع لسؤالنا الاساسي. هلا التجميل الطرق كثيره. عرفتي كيف؟ انت جئتي لي والله ممكن تاخذها بايدها على الطبيب. هلا خلينا نحكي شوي على الطبيب بشكل مختصر. الطبيب 90% من شعبنا ما بيعرفوا الطبيب. هلا بشوفوا حد عامل ابتسامه بيقول لي انا بدي اعمل طبيب. بيجي على العياده بقول له والله هيك الطبيب بيقول لي لا مو هيك الطبيب بقول له لك انا شو قال لا هي ابتسامه لا هي مو طبيب. عرفتي كيف؟ ففي لغط. في ناس بتقول لك انه الطبيب بيضر او الطبيب بيدوب او الطبيب هلا ليك نقطه نقطه يعني بالحياه كلها اي شيء تم استخدامه بشكل مبالغ فيه زياده عن اللزوم فهو بلش الضرر. ماشي هلا خليني احكي كلمه حلوه راح احكي رايي انا رايي بالطبيب انا راح احكي او اشرح لك الطبيب بعدين احكي رايي الخاص فيه رايي عن تجربه. الطبيض باختصار هو عباره يعني لا نوع حمضي ولا نوع قاعدي هو ماده متعادله كيميائيا هي اتش 2 او 2. هلا المي هي عباره عن اتش 2 او بيجي ماده الطبيض اسمها بيروكسيد هيدروجين اتش 2 او 2 لما تنحط على الاسنان وتطبق ضوء الليزر عليها بتتفكك لاتش 2 او اللي هي المي والاو هي الاكسجين. الاكسجين شو شغلته بفوت بيعبر مسامات السن بفوت بفكك روابط التصبغات وبيطلع. يعني شو هو الطبيض عباره عن شو بتيجي تقول لك صبيه دكتور انا اذا عملت طبيض كم درجه بيفتحوا اسناني والله في دكتور قال لي بفتح لك اياهم 4 درجات. لا حبيبتي الطبيض ما بيفتح. طبيض شغلته يرجع لك لون اسنانك مثل ما كان بس. يعني انت عمرك 10 سنين 12 سنه مثلا لساتك الصبي او الشاب او الصبيه باول طلعتها بيكون تلاقي لسان لبنيه لونه فاتح. الواحد بيكبر بالعمر مع الروتين
بتلاقي لسان غمقت. فوظيفة الطبيب مو انه يعطيك لون جديد، هذا مفهوم خاطئ. مفهوم الطبيب يفوت يطلع الصبغات ويرجع لك لون لسانك للون، يكسر الصفر تبع لسانك ويرجع لك اللون المشرق. طيب يعني هذا السؤال بس رأيي الشخصي. نحكي عن التبييض بس سؤال صغير، في كتير أشخاص بيكونوا عاملين تعويضات، يعني إما جسر إما بدلة إلى ذلك، كبار بالسن عندهم بيشربوا بيدخنوا فعندهم لون السن صار بني أو غامق، هذا بينفع معه تبييض أو لا؟ قصدك أنت على التركيبات ولا على السنان؟ على اللي عامل تركيبات او عامل بدله، يعني عامل تعويضات عامل قصص وبقيان كم سن هالسن صار لونهم بني، شو بتعمل؟ هلا اول شيء لا الحشوه ولا التلبيس بيبيضوا، اي شيء تركيب اي شيء غير السن طبيعي ما بيبيضوا الاسنان الطبيعيه. اعطيك راي، اي راي الشخصي بالتبييض، كل ما الشخص تقدم بالعمر الاسنان بتتكلس، عرفتي كيف؟ فالتبييض بيقل فائدته. يعني بيوصل شخص ل 40-45 بيض له كأني منظف للأمانة وبأقوى المواد. رأيي الشخصي بالتبييض أنا صراحة يعني التبييض أنا مو يعني مو مع التبييض. شو الحال طيب؟ ليش مو مع التبييض؟ مو لأنه والله مضر وما مضر، لا، لأنه التبييض أنا برأيي الشخصي هو ميك أب طب الأسنان، هو شيء مؤقت. هلا ما في حدا ما بيشرب قهوة، هي انت قدامك فنجان كاسة قهوة، ما حدا ما بيقدر، يعني حتى روتين الحياة روتين الأكل فيه مصبغات دبس قصص، عرفتي كيف؟ التبييض بأقوى درجاته ما بيستمر أكثر من شهر-شهرين. يعني عندك شهر يعني مدة كثير قصيرة، شهر-شهرين هذا هو عبارة عن شوفات شال التصبغات، لما رجعنا للروتين رجع صبغ رجع صبغ. فأنا ما عمل شيء دائم، فناس بتيجي بده يعمل بده الدكتور أنت عملت لي تبييض ما دام، طب انا هذا هو التبييض، لا دكتور انا يعني التبييض بيوصلك لمرحله الناس اخذه عنه فكره وهو يعني هو شيء ثاني، هو عندك مثلا انت مالك حابه تشتغلي شيء بسنانك لكن عندك مناسبه ماشي، فانت امام خيارين، يا اما فينير متحرك يا اما تبييض، وانا ضد الفينير المتحرك من الاساس. الفينير المتحرك بيحطوه فوق بيعمل التهاب لسه بيعمل 100 قصه وقصه، انا يعني ضمن شغلي شاغل 3 مرات فينير متحرك وندمان عملته لانه عملت مشاكل، يعني ما مو سقف التوقعات اول شيء، ثاني شيء عم بيعمل مشاكل التهاب لسه، يعني مره صبي تحط النالة بتحطيه وقت يكون عندك مناسبه حطه ليل نهار وبتاكل عليه عمل التهاب لسه، عرفتي كيف؟ واخر بتقول لك انا ما سويت، فبتريح راسك من الاساس. هو والطبيب بدك تعمل. هلا في عنا اليوم حل، خلينا نرجع للنقطة تبعك نحن عشان ما نتجاوز، الكبار بالعمر، قال لك هلا أنا الشخص لما يكون صغير بالعمر ماشي بنحاول قدر الإمكان، يعني لساته بأول عمره، أنا ما فوت بإجراءات برد وتركيب وكذا من أول عمره، لا، نحن بنحاول قدر الإمكان يعني نلجأ لشيء اسمه القشور أو الفينير، هذا أكيد شائع والكل بيعرفه، هو عبارة عن يعني ممكن إذا أصرت الصبية واسنانها ما فيهم شيء نعمل لها قشور، شغله نص ميلي ربع الميلي حسب يعني حسب صفه السنان، اذا في تراكب بسيط مثلا هي لون اسنانها غامق بالاساس، هلا في انا الصبايا بعمل لهم تبييض ما بتحسي تغير، يعني رغم اني استهلكت المده كلها وحطيت الماده مثل العالم وطبقنا كل المعرفه بتحسي ما تغير اللون، لانه لون الاسنان بالاساس هيك، عرفتي كيف؟ لا يمكن انه هي، فبنحاول نحن نلجا لشيء اسمه الفينير. هلا الفينير نوعين، هلا في نوع غير شائع لانه ما بيشتغلوه غير الاخصائيين لانه بده حرفيه كثير بالتعامل، اسمه الفينير المباشر. هلا نحن كلياتنا بنعرف لما نعمل فينير بيجي الدكتور بيحضر بيجهز الاسنان بياخذ قياساته وبيبعثها للمخبري كم يوم والمخبري بيرجع لنا اياهم، تمام؟ اما في نوع من الفينير اسمه الفينير كومبوزيت. هلا هي الكومبوزيت انا ما بدي ادخل بال يعني اسماء بس علميه بس الشيء العريض لإله يعني انا من اول ما قلت لك ما بدي احكي شيء علمي بحيث الناس ما تفهمه. الكومبوزيت هو ماده يعني مثل مواد الحشوات العاديه لكن ماده بنوعيه كواليتي عالي جدا بحيث الثبات له. هلا الحشو شو مشكله الحشوات بعد مده كم سنه بتلاقيها تشربت لون، صح؟ مو مثل الايماكس او التركيبات اللي هي مبدأة مثل السيراميك أو مثل البلور، يعني تركيها 4 سنين بس رجعي مسحية ونطفية بتلاقيها صارت المعلمة، أما الحشوة بتتشرب، عرفتي كيف؟ فهي مواد كواليتي عالي ونوعيات ممتازة، عرفتي كيف؟ ممكن أنا إذا أسنانك مثل ما فيهم شيء سليمين ممكن نخر بسيط
حشوات مثلاً. بس بشرط ما يكون متهدم، بشرط ما يكون متراكب لبرا او هاي، لانه انا لما بدي لزق هاي فانا بدي ضل ضمن مين السن، يعني ما فيني حف من السن كثير. وانا عديت طبقه الناسوت العاج، لا الفينير ولا الفينير ايماكس ولا الفينير كومبوزيت بيرتبط على السن، بده حصرا سطح المينا. يعني ليش احنا بنقول بالفينير والله نص ميلي او ربع او 0.6، يعني ضمن اجزاء الميني، لانه انا بدي بحاجه مين السن الطبقه السطحيه للزق عليه. هون متى ما لزق خلص راحت، انسي، راح له شيء 12-15 سنة، بعد 15 سنة 12 سنة الواحد بيبدل، ما في شيء دائم، ماشي؟ يعني خلينا نقول سقفه 10 سنة، سقفه 12 سنة، 12 الفينير، تركيبات 15 سنة، بعد هيك بدك تبدل، عرفتي كيف؟ أنت كل 6 شهور سنة بدك تروح لعند طبيب أسنان، تشيك على أسنانك، يشيك على اللثة، يشيك على حواف التركيبات، الحافة ممتازة كذا، الأمور تمام، أوكي، والله أحد الأسنان لقينا إنه نتيجة إنه تفريش جائر. هلا في ناس ما بتعرف، كثير ناس بتفرش شيء، طريقة التفريش بيقول لك هيك غلط. هيك انت بيرجع لي بعد شهر رد لسه عند جيسن عند الناب متراجع، لسه تراجعت عن تركيب التركيب للتبديل، ما ممكن قولا واحدا، قولا واحدا. لا دكتور معلش عنه. لو انه قطعتك شوي، بس خلينا يعني في كثير كان اسئله حول هذا الموضوع، انه بعض الناس اللي عملوا ممكن فينير او غيروا ممكن بصفه اسنانهم لون اسنانهم، اهملوا بعد الاعتناء بالاسنان بشكل كلي، هيك هيك نحن اسناننا بيضه، ما في داعي نفرش اسناننا، ما في داعي نستعمل خيط، ما في داعي مضمضه، ما في ما في ما في ما في داعي. البعض الاخر لا، يمكن زاد اهتمامه فيه لحتى يمكن يطول العمر بهي التركيبات الجديده الداخله على التم. خلينا نعرف شو الطريقه الصح نحن اليوم لحتى نهتم بهي الفينير اللي عاملينه، اللي نحن اصلا يعني ضاف شيء حلو على وجهنا وعلى تمنا. هلا هي يعني عم تشكل اليوم مشكله. هلا الدول برا لما يجي المريض عنايته سيئه، اول مرحله ما بيبلشوا شغل اسنانه، عرفتي كيف؟ بوقع استماره بسموه مرحله اعاده تاهيل، يعني بيردوا يعلموه شلون يعتني باسنانه، يستخدم الفرشاي صح، الخيط صح، ممكن اجهزه تنظيف الاسنان تبع الضخ صح، بيرجع عنايته 100% شخص متحول من شخص غير ملتزم لشخص ملتزم، بعدين بشو الاجراءات. للاسف نحن ببلادنا هالثقافه موجوده، واذا بدك تطبقها على حدا بينفر منك، عرفتي كيف؟ فنحن بنغير له الترتيب كله، بنرجع له اياه صح 100%. فبنطلب منه، بنقول له اذا بتكون عم تعتني ضعف بدك تعتني ثلاث اضعاف. للاسف ناس حطت هالاسنان بتقول لك يلا اسنان بيضه خلص انا خلصت، خلص ما عاد في داعي. بتلاقي خلال اسبوع صار الصفار بين الاسنان، القلح حوالين اللثه بين الاسنان، بيرجع لعندي دكتور. حتى في بعض التركيبات بتلاقي مو كلها ملسه، بتلاقي يعني هيك لما نعمل فينير او تلبيس بنعمله شوية هيك تعرجات بسيطة مثل تفاصيل بالسن، اكيد انا ما راح اعمله ممسوح، فبين هالتفاصيل بتلاقي تجمعت، فبيبعث لي ايه دكتور نحن مو هيك اتفقنا وصبغت، بقول له تفضل لعندي على العيادة، بمسك والله بمسك قطنه بمسح بلاقي كله على القطنه، بقول له تفضل على ايه والله راحت، عرفتي كيف؟ فما هيك هيك عنده اعتقاد. اما في ناس موسوسه بالنظافه، ما شاء الله انا اليوم في ناس والله عامله عندي من سنين بيرجع، انا هيك سقف له اقسم بالله كانه هلا عامل، اللي بخاف ولا غلطه ولا تصبغ ولا، عرفتي كيف؟ هذا الشيء سبحان الله بيرجع للقناه. نحن بنحاول، نحن دورنا مو انه اعمل لك تجميل والله معك، انا بقول له كل 4 شهور تعال عندي بشيك لك بكي اخي. هلا حتى في نقطه، انت مثلا عندك وسطيا بالنهار 16 ساعه، اقصى واحد فينا بينظف مرتين باليوم، مره الصبح ومره المساء. طيب انا في عندي مينيموم 12 ساعه بناكل بنشرب قهوه بابا. هلا ممكن تتجمع شغلات انت كمريضه ما تكوني قادره انك تشيليها، صحيح، عرفتي كيف؟ فهون تيجي مهمه انك تراجع الدكتور كل 4 شهور. هلا هن بيقولوا كل 6 شهور، خليها كل 4 شهور ما بنخسر شيء. في شيء انت ما يعني مانك شايفيته، اول شيء بجوز من سقف الاسنان، او انت شيء مانك قدرانه، فهو وظيفه الدكتور بيرجع بشيك لك بينظف لك كل شيء بليك تفضلي. اكيد، وهذا يمكن من اهم الاجراءات بالنهايه على اي مجال عم نحكي فيه، انه صحتك نحن اهم شيء نزور صحتك على الاختصاصي يعني بالموضوع. بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا، شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور، طبعا الحديث يطول حول هذا الموضوع خاصة اليوم، فأسئلة تانية واستفسارات تانية رح نعرف جوابها من حضرتك في حلقات جاية. شكرا جزيلا، تشرفت فيكم.